بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم رب إمامي وربي، وخالق إمامي وخالقي، ورازق إمامي ورازقي، ارضى عني وارضى عني إمامي. يا صاحب الزمان، نظرة واحدة منك تكفي بأن أكون سعيدا طوال حياتي. إحدى الأخوات تقول: أنا منذ كنت في الصف الثالث متوسط كنت أقرأ دعاء العهد ودعاء الندبة، ولكن ليس لدي ارتباط حقيقي بالإمام المهدي المنتظر عليه السلام، أي بمعنى مجرد لقلقة لسان. ولكي أطمئن بأني من الذين يذكرون صاحب الزمان سلام الله عليه، كنت محافظة جدا على نفسي من الوقوع في الحرام، ولكن رغم ذلك أرتكب بعض الذنوب مثل الكذب في بعض الأحيان، الغيبة، الكلمة النابية في بعض الأحيان، وأنا أعرف جيدا إن هذا لا يليق بالشخص الذي عليه أن يعلق قلبه بصاحب الزمان وبحب صاحب الزمان سلام الله عليه. هذه هي حياتي منذ عام 2005 إلى 2019. لماذا؟ بعد 2019 توفي والدي رحمة الله عليه، وشعرت بأن الدنيا لا قيمة لها بعد ذلك، فالتجأت للصلاة، قراءة القرآن، وكنت أدعو بدعاء الفرج في اليوم والليلة 100 مرة: اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن، إلى آخر الدعاء 100 مرة في اليوم. وبدأت أهدي جميع أعمالي خلال اليوم إلى صاحب الزمان سلام الله عليه، أعمال التنظيف في البيت، مساعدة الآخرين، الصدقة، صلة الرحم، كل ما أعمله هو ثواب لصاحب الزمان سلام الله عليه، حتى صلاة المستحبة، الدعية المستحبة، زياراتي لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فتقول: قمت بهذه الأشياء جميعا وأهدي ثوابها لصاحب الزمان سلام الله عليه، وكنت أشعر بالراحة الكبيرة. كانت لدي حاجات متوقفة متعطلة كثيرة، ولكن بعد هذا الإهداء لكل شيء من أعمالي اليومية، وإذا بصاحب الزمان سلام الله عليه يستجيب لدعائي. عندما قلت له: يا مولاي، يا صاحب الزمان، لدي حوائج كثيرة متوقفة ومعطلة، وفيها أمنياتي جميعا، فهل لا حققتها لي؟ وإذا بي في عالم الرؤيا، أرى مولاي صاحب الزمان سلام الله عليه في مرقد مولاي الحسن العسكري سلام الله عليه في سامراء، وأهداني حقيبة فيها 3 عطور وكذلك مسبحتين. كانت حياتي مظلمة قبل الرؤية المباركة هذه، وصرت بعدها أعيش على أمل رؤيته. لماذا؟ لأن جميع ما أردته قد وقع، جميع الأمنيات تحققت. كنت قبلها ليس لدي حظ في كل شيء، وكانت حياتي صعبة جدا جدا، ولكن بعد هذه الرؤية المباركة، بعد توسلي بصاحب الزمان، بعد إهدائي لجميع أعمالي لصاحب الزمان سلام الله عليه، تغيرت دنياي بأكملها، وأشعر إلى الآن بألطافه الكثيرة. ما دعوته إلا ونظر إلي واستجاب لقضاء حاجتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تنتهي نياتنا دائما بهذه النيات الصادقة في ذكر صاحب الزمان. اعمل واعملي أنت وأنت على ذلك،
اهدي من الآن جميع أعمالك لصاحب الزمان سلام الله عليه، اقرأ دعاء الفرج 100 مرة ولو متقطعة خلال اليوم، اقرأ القرآن واهدي ثوابه، صلي، زر الإمام إلى غير ذلك، اعمل في محلك وكن نزيها، كن طيبا مع الناس واهدي ثواب هذا العمل لوجه صاحب الزمان. أنت اطبخي لعيالك، اغسلي ملابسهم، نظف البيت إلى غير ذلك، واجعل الثواب لصاحب الزمان كي يراك صاحب الزمان، كي يراك صاحب الزمان سلام الله عليه، وحينها تنتهي كل يعني أمورك الصعبة، وحظك الذي تعتقد بأنه يعني سيء وتعيس يتحول إلى حظ حسن، أينما تتوجه تجد أبواب الخير مفتحة أمام وجهك، كل أمنية في قلبك تتحقق سريعا، كيف لا وصاحب الزمان سلام الله عليه قطب هذا العالم، أمير هذه الدنيا، سبب الفيض الإلهي ومنبع الرحمة. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.